تتسارع تطبيقات العلوم من حولنا في كل المجالات، في الاتصالات والمواصلات والعلوم الحيوية. يتقارب الزمان وتقصر المسافات وتغمرنا المعارف أكثر من أي وقت مضى. وأمام كل هذه التغيرات نكاد أن نفقد نفوسنا فلا نعرفها، نسير منقادين في الحياة بلا منارة ولا دليل. والله تعالى في سورة الحشر يضع لنا العنوان العام في الحياة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، فقال أبي: آية الكرسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. أتدري لماذا نالت هذه الآية هذا الفضل؟ لأنها اشتملت على اسم الله الأعظم، وما كنا لنؤمر بالمداومة عليها صباحا ومساء ما لم يكن فيها من القوة ما يعيننا على هذه الحياة. قوة سماوية وقوة تربوية.